السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وحبايب قلبي على السوشيال ميديا، حياكم الله جميعا وأسعد الله جميع أوقاتكم يا عيلة الأكابر. اليوم معنا أخبار قنبلة وسبب ارتفاع البيتكوين إلى 57,000، وأيضا أخبار متفرقة عن البيتكوين وأخبار جدا مهمة وهدايا أيضا من منصة بينج إكس خاصة بعيلة الأكابر. فلذلك قبل ما بلش، إذا كنت حابب تكبر محفظتك المالية وتدخل لعالم المضاربة بالطريقة الصحيحة، انضم لنا على رابط التليجرام المثبت بصندوق الوصف للتعليقات وأيضا للتعليقات في اليوتيوب. فوت فوتك يا معلم. طيب يا شباب، مثل ما لكم شايفين يعني السوق مولع نار نار وشرار، انفجارات كونية، شيبا بيبي، والله ما أعرف شو بدي لكم، ديجي بايت، لك عملات عملت لنا بمبات، لك جزمي، لك كل عم يعمل انفجارات كونية ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله، يعني كل ارتفاعات. والله بدنا نستنى التصحيح يا شباب، ما لنا غير الحل لنقدر نفوض أيضا مرة تانية بالسوق. طيب خلينا الآن نتجه للأخبار. طيب يا شباب، معنا أول خبر عن البيتكوين، الفيديو الموجود أمامكم. الحقيقة مرة بس لازم تعرفها أنه البيتكوين ما رح يكون موجود بكرة بالمستقبل. ليش؟ لأنه إذا كان تعداد العالم 7.5 مليار نسمة، فحيكون امتلاك البيتكوين نادر جدا، وحيكون يعني كل تقريبا 1 مليون شخص 357 شخص فقط بيملكوا البيتكوين، تمام؟ فهذا الأمر يعني حيكون صادم للجميع. فلذلك انا بظن انه لو تشتروا بيتكوين وتخلوه ورث وارث لاولادكم حتدعونا ان شاء الله تعالى. معنى هذا الخبر على صناديق الاي تي اف، تم الموافقه على 4 صناديق اي تي اف بقيمه قديش؟ 30 مليار دولار. يعفو الله يعفو الله، كل يوم صندوق ورا صندوق بول رن يا شباب من قبل مجموعه كارسون. ما بعرف شو بدي لكم شباب، 4 صناديق اي تي اف و 30 مليار دولار وفايت هلا اليوم على السوق بلاوي. طيب شمروخ السوق ابو علي زيزي، الله يخلينا اياه لزيزي باينس. زيزي باينس البريء، الطفل البريء اللي يعني حرام القط بياكل عشاء اذا كان عنده عشاء، الله يخلينا اياه. عم بيقول طلبات جديده من مكتب المدعي العام على زيزي باينس، يجب ان يبقى زيزي باينس بالولايات المتحده الامريكيه حتى صدور الحكم، وعيش يا قديش لينبت الحشيش ما خلينا ساكتين. هي اول نقطه، ولذلك لا وجود لهواوي او الاسكا، يعني ما بيقدر يروح لا هواوي لا هواوي ولا الاسكا، وليس هواوي شركه الموبايلات، تمام؟ ويجب على زيزي باينس تسليم جميع جوازات سفره الى طرف الثالث، وبحاله الرحلات الداخليه يلي بتتطلب اثبات هويه يجب ان يكون برفقه وصي، يعني وصي عليه انه يقوم يهربها. طيب ويجب على زيزي باينس إخبار المحكمة بأي رحلة داخلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية قبل 3 أيام. طيب يا يعني ما بدي أحكي كلمة مظابطة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوا هيك بصراحة خليتوا أي مطلوب ما بقى يسلم حاله للولايات المتحدة ويهرب إلى أقصى بقاع الأرض، لأنه بيعرف إذا سلم حاله للولايات المتحدة الأمريكية حيلحق الباص. هذا مو كلام، هذا محكي، هذا اسمه جنان. الزلمة طلع من دبي وسلم حاله ودفع يعني مبلغ جدا كبير بما يقارب 4 مليار، ومو عاجبكم؟ ان شاء الله خير، هلا ما عاد حدا يسلم حاله للولايات المتحدة الامريكية لانه حتستولي عليك. بم خرافي عملته، عملت اليو اس تي سي بجروبنا الفي اي بي، وكان يعني شيء لا يصدق. السي 98 عملة راهنت عليها ونجح رهاننا، وعملت ايضا بمب خرافي، بمب نار وشرار. الدي جي بي كذلك الامر، عملت بمب مولع نار يعني، وبمبات كانت كتير بيبي وعملات كتير، شو بدي حط لحط والله ما عاد قدرت نزل. مايكرو استراتيجي قرر الاستاذ انه يشتري 3000 حبة بيتكوين تانية بما يقارب 155 مليون دولار. هو حكى هالكلمة والناس جنيت وكلها صارت تشتري. وأيضا هذا الخبر القنبلة، السيناتور الأمريكي تيد كروز عم بيقول عملات السي بي دي سي بالولايات المتحدة ممنوع، ما رح نعملها، وهذا الصح، لأنه إذا بدكم تدمروا حالكم عملوها للسي بي دي سي. أنا هنا نصيحتي لكم، يعني تجاوزت مؤسسة البيتكوين اي تي اف التابعة لشركة بلاك روك في التداولات اليومية بتاريخ 26 2024 تقريبا 1 مليار.
يعفو الله، ما عم صدق يا شباب، الأرقام فلكية صارت. الله يرحم جدي وجدك، كنا نحكي بالمئة مليون وخمسين مليون، صاروا بالمليارات. حبيت انشر طاقة إيجابية، وتقروا هالمقالة كتير حلوة، إن شاء الله بتعجبكم وتنال إعجابكم. أعلى مستويات على الإطلاق قبل انقسام البيتكوين، قبل الهالفينج. البيتكوين كان بوقتها 55 وصار 57. أنا على فكرة كنت متوقع بالفي آي بي يوصل لهالأسعار، يعني ما عندي أي مشكلة فيه، حتى متوقع يوصل هلا كمان ال 64 عادي جدا. يعني أنا مستني التصحيح، بالنهاية يروح وين ما بده يروح وين ما بده، يذهب وين ما بده، بس أنا التصحيح بدي إياه. أعطى مايكل سيلر بعض المؤسسات فومو عندما رأوه يشتري عملة البيتكوين بقيمة 155 مليون دولار. يعني وقت الشركات شافت مايكل سيلر، مايكل ستراتيجي عم يشتري بيتكوين، عمل لهم فومو مرتب على يعني على كيف كيفكم. تم تداول صناديق البيتكوين اي تي اف التسعة الجديدة بما يقارب مليار فاصلة 300 مليون دولار. اي صناديق الاي تي اف الجديدة، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أسعار خرافية. هيك جميع الشركات اللي شارية الآن بيتكوين و ETF. السؤال الجميل يلي أنا بصراحة وجهته للدببة والمخللين اللي كريبتو، الله يخلينا ياهم، لا يزالوا لحد الآن عم ينتظروا مناطق ال 12000. والله بدي أقول لهم كلمة كتير حلوة، بس ستي ترجع صبية بتشوفوا 12000 يا شباب، تشوفوها بتشوفوها 12000 بتشوفوها، صار البيتكوين 57. Can you believe that؟ هتشوفوها بس ستي ترجع صبية إن شاء الله تعالى. طيب شباب، خلينا أيضا نروح للخبر يلي بعد منه، اللي روحوا على فرصة على متابعين، وأنا هذا اللي أهرني، نروحوا فرصة على متابعين للشراء، وبنفس الوقت بيقول له لحد الآن رايح ل 12، خليك بال 12 أنت، نام هنيك، يلا روح روح يا شيخ، بس تعالى بسرعة سلم لي على الشهداء اللي معاك. تمت تصفية ما قيمته 160 مليون دولار من عقود الشورت للبيتكوين. يعني 160 مليون دولار، يا عفو الله، شو عم بيعملوا بعقود الفيوتشر شباب؟ 160 مليون دولار حرقوها الحرق بس بالبيتكوين، ما بتعرفوا بالعملات التانية اللي فاتحين شورت لسه شو صار فيهم. طبعا معنا آخر خبر كتير، عرض حلو من منصة بينج اكس، الله يخلينا ياهم، متعاقدين معهم. ايضا عم يبعثوا لنا رابط الاحاله الجديد انه انضموا الينا وحققوا حجم تداول اكثر من 10000 دولار بالسبوت، وحصلوا على هديه تصل الى 400000 600000 دولار بس ب 10000 دولار دخول. ممكن تسعى 400000، ممكن تسعى 600000، هي مقدمه فقط الى منصه وعيله الاكابر ان شاء الله، محقق منها مكاسب وارباح. يعني بحب يشتغل بعقود الفيوشر، بس انا كانه ما بحب يشتغل فيها، محرقة للأموال، ما غير رأيي، وإن شاء الله بنحقق مكاسب وأرباح. وحياكم الله جميعا يا عائلة الأكابر، وإن شاء الله نكون وفقنا بهالأخبار الجميلة بعالم الكريبتو، وإن شاء الله من ربح لربح. لا تنسونا من الدعاء ومن لايك ومن سبسكرايب والدعم للمحتوى لك فضلا وليس أمرا. خليني أشوفكم بجروب التليجرام المثبت بصندوق الوصف، وأيضا التعليقات لليوتيوب بأقرب فرصة ممكنة. بدل لك بالنهاية، that is not financial advice but I'm always right. I'm always right. Stay safe and see you soon. Bye bye, guys.